بونجور اي بيانفوني مي زامي سور ما شين سكويلا توب. ان شاء الله اون فافير ليكزيرسيس باس 27 ليكزيرسيس دابروفونديسمون. اذا لو كور سي لوبيراسيون سور لي نومبر اونتي اي ديسيمو رولاتيف. اذا ليكزيرسيس 25 كالكولي دو دو فاسون ديفيرون ا تي ا اي تي بي. اذا كالكولي كل كا باش بدو فاسون ديفيرون. اذا باش ما نطولوش الفيديو بزاف، اذا ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك تحفيز للقناه وفعلوا الجرس باش توصلكم احداث الفيديوهات ديالي. اذا وشكرا لكم على المتابعه. اذا غنبداو ب ا كتساوي ايغال ا 7 ملتيبلي اونتر بارونتيز 14 بلس 6. اذا بريمير فاس الطريقه الاولى اللي غادي نديرو، اذا غنحسبوا بين الاقواس. اذا 14 بلس 6 ايغال 20، دونك غادي تعطينا 7 ملتيبلي فوا 20. 7 ملتيبلي فوا 20 ايغال 100 40. مزيان. اذا هنا حسبنا بين الاقواس الاول. اذا الطريقه الثانيه غادي نطبقوا القاعده ديال الديستريبيتيفيتي، يعني كنقولوا بالعربيه النشر. اذا 7 غادي نضربوها في 14 وغنزيدوا عليها 7 مضروبه في 6. اذا غتعطيني 7 مضروبه في 14 زائد الاشاره اللي كاينه لداخل 7 مضروبه في 6. اذا 7 في 14 كتعطيني 98، و7 مضروبه في 6 كتعطيني شحال 42. اذا كنت نسبق الاقواس هما الاولين الحساب. اذا عندي هنا عمليه زائد عددين المجموع ديالهم كيعطيني 140. مزيان. اذا نمشي للعمليه الثانيه اللي هي بي اللي كتساوي بين قوسين 20 ناقص 16 مضروبه في 4. اذا الطريقه الاولى غادي نحسب بين اقواس. اذا 20 ناقص 16 هي 4 وغتبقى لي 4 في 4. اذا 4 في 4 شحال هي 16. مزيان. اذا نمشي للطريقه الثانيه نديرو ديستريبيتيفيتي. اذا هي 4 غادي نضربوها في 20 ناقص الاشاره اللي عندي الداخل 4 مضروبه عاوتاني في 16. اذا هذا الشيء اللي غادي نديرو هي 20 مضروبه في 4 20 في 4 ناقص الاشاره اللي عندي عاوتاني كنحل القوس وكندير 16 مضروبه في 4. اذا كنحسب بين الاقواس الاسبقيه للضرب كتعطيني 20 في 4 هي 80 و16 في 4 هي 64. اذا 80 ناقص 64 كتعطيني 16. مزيان. اذا نمشي للسي. اذا العمليه السي ديالنا اللي كتساوي 3 مضروبه في 40 زائد 40 مضروبه في 7. اذا المرحله الاولى غادي نديرو بروبريتي دو كال اسبقيه ديال الحساب. اذا كنسبقوا الضرب على المجموع. اذا غادي نديرو 3 مضروبه في 40 وغنديرو 40 مضروبه في 7. اذا 3 في 40 عطاتني 120 زائد الاشاره ديالي، و40 في 7 هي 280. اذا 120 زائد 280 كتعطيني 400. مزيان. اذا نفس الطريقه غادي نجي لهنا. هنا كنلقى 3 مضروبه في 40 زائد 40 في 7. اذا العامل المشترك ما بيناتهم القاسم المشترك غنديرو دابا فراكسيونمون ديال غنديرو لا فراكسيونمون، يعني نعملو. اذا القاسم المشترك هو 40، اذا نحتفظو ب 40 ديالنا ونديرو ضرب. ياش شنو بقى لي هنايا 3 زائد الاشاره وبقانا 7. اذا غندير الاسبقيه للحساب هي بين قوسين 3 زائد 7 هي 10 وتعطيني هي 40 مضروبه في 10 اللي غتعطيني هي 400. مزيان. اذا نمشي للعمليه المواليه وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك تحفيزي للقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم احداث ديال الفيديوهات ديالنا والدروس اللي غتلقاوهم في اخر الفيديو. اذا دي كتساوي 990 مضروبه في 35 ناقص 890 مضروبه في 35. هنا غنديروا اسبقيه ديال الحساب. اذا عندنا الضرب والناقص، غادي نسبقوا الضرب، يعني 990 مضروبه ب 35 الخارج ديالها و 890 مضروبه ب 35 الخارج ديالها. اذا غادي يعطيني غتعطيني الخارج ديال 990 في 35 هي 34650 وغنقص منها 31150 اللي هي 890 مضروبه ب 35. اذا هذه ناقص غادي تخرج ليا 3500. اذا غنمشيو نحسبوا بطريقه اخرى باش نشوفوا واش نفس الخارج غادي يخرج لينا. اذا هنايا كنلاحظ بان عندي جداء عددين ناقص جداء عددين، ولكن عندهم واحد العامل المشترك اللي هو 35. اذا غادي نعملوا بهذيك 35 وغنديروا ضرب لان عندنا الجداء، وهنا غادي نديروا الفرق ديال العددين. علاش؟ حيت ملي غنبغي ندير ديستريبيتيفيتي غندير 35 مضروبه في 950 هي هذه ناقص 35 مضروبه في 890. اذا هنا غنسبق الاسبقيه بين قوسين 990 ناقص 890 كتعطيني 100 وغتعطيني 35 مضروبه في 100 اللي هو نفس الخارج 3500. اذا نمشي لبي العمليه بي وغادي نمشي لاو
اللي هي 34.5 ناقص 2.4 بين قوسين كل ضرب 5. اذا انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير بين قوسين هما الاول. اذا 34.5 ناقص 2.4 كتعطيني 32.1 مضروبه ب 5 كتعطيني هي 160.5. اما هنايا غادي ندير الطريقه ديالاش ديال ديستريبيتيفيتي، يعني 34.5 مضروبه ب 5 ناقص 2.4 مضروبه ب 5. اذا هادشي اللي كتبت هنايا 34.5 مضروبه ب 5 ناقص 2.5. اذا غنسبق الضرب هو الاول 34.5 ب 5 غادي يعطيني 172.5 و 2.5 مضروبه ب 5 كتعطيني 12. اذا الفرق بيناتهم كيعطيني نصف الخارج ديالي اللي هو 160. مزيان. اذا ننتقل للعمليه المواليه. اذا عندنا اف كتساوي 4.2 مضروبه عامل 0.032 ناقص 0.31. اذا شنو غادي نديروا المره الاولى؟ غادي نحسبوا بين القوسين. اذا غتخرج ليا هي 4.2 مضروبه ب 0.001. اذا فرق 32 ناقص 31 كتعطيني 1. اذا ملي غادي نضرب هنايا عندي الاعداد في الفاصله، يعني فين غيمشي الفاصله؟ يعني مشي وجهه اليسار، وبالتالي غيولي عندي شحال غتمشي؟ غتمشي 3 المرات الفاصله، غيولي الخارج ديالي هو 0.0042. غادي نمشي ندير العمليه الثانيه ديال ديستريبيتيفيتي. اذا غادي ندير التشتيت، هي 4.2 مضروبه 0.032، عفوا هذا واحد الخطا هنايا، ما عليناش هنا درنا واحد ليرور. اذا هنا زيد، هنايا انا راه زيد صفر، زيد صفر. اذا هنا يكون نفس الخارج غير انا زيد صفر عندي مفهوم. اذا هادي تنعاودو نصحوها، هادي تنعاودو نصحوها. اذا غيكون نفس الخارج تنعاودو نصحوها. عندنا بهاد الطريقة عاوتاني نمشيو عند جي 2.3 مضروبة في 8 زائد 2.3 مضروبة في 2. إذا غنسبقو الضرب هو الأول 2.3 في 8 زائد عاوتاني جوج، هادي غادي نديرو الخارج ديالهم. إذا هما الخارج ديالهم، إذا الخارج ديال 2.3 في 8 هي 18.4 والخارج ديال 2.3 هي 4.6. إذا المجموع ديالهم كيعطيني 23. غنمشي للعملية الثانية، عندي جداع عددين، مجموع جداع عددين، عندي قاسم مشترك هو 2.3، إذا نحتفظ به هو 2.3 وندير ضرب ونجمع العددين المتبقيين. اذا نحسب بين اقواس، بين الاقواس كيعطيني هو 10. اذا 10 في 2.3 اللي هي 23 نفس الخارج. تنتقل للعمليه المواليه والاخيره اللي هي اش كتساوي 5 مضروبه في 6.2 ناقص 3 مضروبه في 6.2. اذا دائما 6.2 كتعاود. هنايا غندير الاسبقيه للحساب ديال اش؟ ديال 5 مضروبه في 6. إذا غنصبغ 5 مضروبة في 6.2 كتعطيني 31، و 3 مضروبة في 6.2 كتعطيني 18.6. من هنا ندير الفرق بيناتهم كيعطيني 12.4. إذا العملية الثانية غتجيني شوية سهلة، هي اللي غادي ناخذ القاسم المشترك ديالي اللي هو 6.2 غنحتفظ به، وغادي ندير ضرب بين قوسين العدد اللي بقى هنا 5 ناقص العدد اللي بقى هنا 3. إذا 5 ناقص 3 غادي نصبغ، غتبقى لي 2، و 8.2 مضروبة في 2 كتعطيني هي شحال؟ هي 12.4. إذا التمرين 35 ساليناه، إذا موعدنا في التمرين 36، نديرو التصحيح ديال العملية اللي غلطنا فيها سابقا. إذا كما قلت لكم عندنا التصحيح هنايا، حيدنا صفر، كان عندنا صفر زايد هنا وزايد هنا. إذا إكزارسيس 26 كالكولي أستيسيزمون، إم 2.5 مضروبة في 36 مضروبة في 4، ان 0.04 مضروبه في 82 مضروبه في 5000، او 50 مضروبه في 40 مضروبه في 0.5 مضروبه في 2.5. اذا نحسبوا يعني ببراعه، يعني داكشي تحسبوا بشكل. اذا ام كتساوي 2.5 مضروبه في 36 مضروبه في 4. اذا الحل اللي غنختاروا، اذا غنديروا 2.5 غادي نديروا نضربوها في 4، لان الضرب عندنا مالو تبادل. اذا غنبدلوا الحدود ديالنا، غندير 2.4 مضروبه 2.5 مضروبه في 4 عاد مضروبه في 36. 2.5 مضروبه في 4 هي 10 مضروبه في 36 كتعطيني 360. مزيان. اذا نمشي للعمليه المواليه،
اللي هي ان كتساوي 0.04 مضروبه في 82 مضروبه ب 5000. اذا غنحول الحدود او لي فاكتور ديالي وغندير 5000 مضروبه في 0.04 غادي تعطيني كتساوي ليا ياش كتساوي لي 200. 200 في 82 غتعطيني هي 16400. نمشي للعمليه المواليه او كتساوي 50 في 40 مضروبه في 0.5 مضروبه في 2.5. اذا انا نحاول نبدل الحدود وغادي ندير 50 نضربها في 0.5 و40 غادي نضربها في 2.5. اذا 40 في 2.5 غتعطيني 100 و0.5 مضروبه في 50 غتعطيني 25. اذا عندنا 25% هي 25000. اذا انا ساليت جوج تمارين، ما بغيتش نطول الفيديو بزاف. اذا اللي موعدنا في تمارين اخرين. اذا هذه هي الصفحه ديال التمارين، باش تشوفوا التمارين المرافقه لنفس الصفحه 27. اذا كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وموعدنا في التمارين المواليه، وشكرا.